وردنا الآن أسعار البنزين الجديدة بكافة أنواعه. انتهت لجنة التسعير تلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار مجلس الوزارة رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بمتابعة ومراجعة آليات تطبيق أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر. من مرحلة التقييم النهائي لأسعار البنزين الجديدة للربع الثالث من العام 2021، واللي من المفترض أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من يوليو الجاري حتى نهاية سبتمبر. وكشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول عن أن لجنة التسعير التلقائي انتهت بالفعل من تقييم أسعار البنزين الجديدة بكافة أنواعه، وكذلك بعض المنتجات البترولية الأخرى زي السولار والمازوت، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة خلال الساعات القادمة. وأوضح المصدر أن أسعار البنزين الجديدة تم تحديدها بناء على المعايير العالمية المتبعة من خلال حسابات الخام المستورد برنت، والذي شهد خلال 3 أشهر الماضية تقلبات وعدم استقرار مستمر في الصعود إلى أعلى مستوى ليه منذ 3 أعوام بسبب الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، وأيضا تراجع معدل إصابات كورونا في بعض الدول، بالإضافة إلى أن وجود توترات داخل منظمة أوبك البلدان المصدرة للنفط، كذلك أوبك بلس، وتراجع إنتاج النفط لبعض الدول المنتجة. وقال أن كل هذه التقلبات والأوضاع اللي شهدتها المنطقة خلال 3 أشهر الماضية أدت إلى زيادة أسعار النفط الخام برنت، واللي هيتم خلاله احتساب أسعار البنزين الجديدة في مصر حسب آلية التسعير التلقائي، حيث ارتفع سعر النفط إلى ما يقرب من $80 للبرميل في بعض الأيام، وظل لأكثر من شهر ما بين $72 و$76 للبرميل، بينما انخفض في بعض الأيام خلال 3 أشهر الماضية إلى أقل من $70 للبرميل. وكل هذه الأسعار هي أعلى من التقييمات السابقة لأسعار البنزين في مصر. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم زيادة أسعار البنزين إلى ما يقرب من 25 قرش لللتر لجميع أنواع البنزين وفقا لأسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري والكميات المستوردة من الخام، بالإضافة إلى تكلفة النقل والتكرير والرسوم الأخرى. ولكن من الناحية الأخرى أيضا هناك توجهات بأن يتم تثبيت أسعار البنزين الحالية حسب توجهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالرغم من أن الأسعار العالمية للنفط حسب التقييم الفعلي توصي بزيادة أسعار البنزين وفقا للتسعير التلقائي. وبتعمل لجنة التسعير التلقائي وفق محددات سعرية عالمية كما هو متبع في العديد من دول العالم، على أن يتم تعديل أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بما لا يزيد عن 10% من الأسعار السائدة في السوق المصرية ارتفاعا أو انخفاضا. وكانت لجنة التسعير التلقائي قد أوصت في إبريل 2021 بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بزيادة 25 قرش لكل لتر، وهو كالآتي: 6.50 جنيه للتر البنزين الـ80، و7.75 جنيه للتر البنزين الـ92، و8.75 جنيه للتر البنزين الـ95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك وشير، تفعلوا جرس التنبيهات،
وتشتركوا في القناة اللي ما اشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.